السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. اليوم اللهم بارك وزيد في ذلك، غادي نهضروا على حصيلة المحترفين المغاربة اللي صراحة كانت مبهرة ومليئة بالألقاب ما شاء الله، مع تحليل التحركات والتقييم وبزاف ديال التفاصيل. واللي كالعادة غادي نبارطاجي معكم بالمختصر المفيد، لذلك بدون أي إطالة ندخلوا مباشرة في العمر. أول بداية غادي تكون مع مباراة القمة، لقاء السحاب ديربي مانشستر بين اليونايتد إيريك تين هاغ والسيتي بيب الإسباني غوارديولا، في النهائي اللي كان ممتع درامي هيتشكوكي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. كما كان متوقع الماتش بدا كان وان سايد جيم، اي من جهه واحده من طرف نادي سيتيزنز اللي كانوا مستحوذين ومسيطرين ومتحكمين في الريتم ولكن بدون اي فعاليه تذكر، بحيث لقاو صعوبه كبيره في اختراق العمق ديال يونايتد لهذا الاخر. كما كيبان كانوا كيدافعوا باكبر عدد من اللاعبين مع تقارب الخطوط وسادين او مضيقين المساحات على لاعبي سيتي في العمق كما ذكرنا سالفا. من الاخر الشياطين الحمر كانوا مخليين لك الكره والاستحواذ لمانشستر سيتي، وكانوا كيلعبوا فقط على الاخطاء ديالهم وعلى الكونتر اتاك كذلك، وهادشي غادي نشاهدوا عاملين في الهدف الاول بعد ما لاعب سيتي هنا حط الباس بالغلط اوتوماتيكيا كيقطع امر رابط وربح المساحه اللي كانت قدامه كما كيبان. ولكن بين قوسين هنا سفيان المشكل اللي عنده واللي كنهضروا عليه دائما، وهو ما كيزعمش بزاف يلعب الكره في الامام، بحيث الانجليزي راشفورد كان دار سبرينت وكان بامكانه يلعبها ليه عوض ما يلعبها ازيرو. المهم من بعدها مشات معه وجمنا الهدف الاول في اخر المطاف بعد خطا فادح جدا من المدافع غوارديولا اللي كان تقديره لوضعيه الحارس اورتيغا سيء جدا. نفس البلان كذلك في الهدف الثاني، ولكن هذه المره البيت جا من الكونتر اتاك بعد ما اليونايتد هنا جهدوا لك الهجمه ديال السيتي مباشره كيلعبوا لك الكونتر اتاك خاف نزربن باقل عدد من اللمسات كيلقاو راسهم في منطقه الخصم، ولكن كلشي على الباس ديال برونو فرنانديز اللي كلشي صحاب لينا غادي يسدد مباشره، الا انه بداك حط لي كوبي بواتينغ اللي كيماركي لك البيت في اخر المطاف. يعني كما شاهدنا هدفي الاول كان من خطا والثاني من كونتر اتاك، بمعنى اخر اليونايتد لعبوا لك على الامكانيات ديالهم امام مانشستر سيتي. وللامانه المدرب هولندي تين هاك ادار المباراه كما يجب. اما بالنسبه للدولي المغربي امرابط سفيان فكان دار ماتش كبير بزاف، بصرح العباره وقولا واحدا شفنا نسخه من كاس العالم، من حيث لقيت عليه الافتكاك اصرار التركيز الجرين تاو يزيد على ذلك، بل ودار لك الموضوع على اللاعب فوضي اللي يعتبر من اهم مفاتيح مانشستر سيتي واللي خدا كيما عارفين احسن لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم، مع امرابط البارح كما كنقول بالعاميه ما قرقباش معاه. وباش نعطيكم لاصقه المغربي كيفاش دار لك الفوضي، هذا اصدق تعبير او خلاصه للمواجهه اللي كانت بيناتهم البارح. من الاخر امرابط سفيان ختم الموسم كما يجب قبل ما يرجع لفيرونتينا، تقييم 7.5. ندوزو دابا عند الدولي المغربي الاخر سفيان رحيمي اللي احتوى بدوره وقدم ماتش كبير بزاف في نهائي دوري ابطال اسيا كونتر نادي الياباني يوكوهاما اف ماري. اولا واحدا وانا لا ابالغ نهائيا البتة بان سفيان بوحدو راه دار كل شيء، وماشي غير في هذا الماتش بل منذ بدايه البطوله اللهم بارك، وبهذا المعنى بوحدو جاب الكاس لنادي العائل الاماراتي. طبعا العمل كيكون جماعي ولكن القصد او هي غير كنايه على ان التاثير ديالو كان اكبر، واكيد كل ارقام تشهد وتؤكد ذلك. المهم علينا وخليونا غير مع الماتش ديال النهائي اللي كان سجل فيه هدفين وصيد كذلك الضربه الجزاء بذكاء كبير جدا. عندك الهدف الاول كان في الدقيقه الثامنه، يعني ما عطلهمش كالعاده قوه رحيمية الذكاء في التمركز وخلق وطلب الكره في المساحه خلف دار المدافعين، مع استغلال للسرعه حرفيا كيخلق عليك الفارق او خطوره على المرمى الخصم. وفي هذا البيت عجبني اولا تحرك اللاعب يحيى نادر والتناغم والانسجام بينه وبين المغربي رحيمي لهذا الاخير كيلعب ليه الباس كما كيبان لكم في الصوره حاليا، وهنا تحديدا يحيى باش جايه باش كان غادي فرابيها مباشره، الا انه في لحظه قرر باش يرجعها ويلعبها مع رحيمي اللي كيسجل لك الهدف. ولا شاهدنا من الزاويه الخلفيه، وهذه هي النقطه الثانيه اللي عجبتني في هذا البيت، على ان المغربي اثناء ما لعب لك الباس ليحيى نادر هي نفس اللحظه اللي تحرك فيها في الامام وكيطلب من نادر يرجع له الكره، وفعلا داكشي اللي كان اللاعب الاماراتي كيلعب لك الكره بباطن القدم، والمغربي كيماركي لك اولى اهداف المباراه بشكل عادي جدا. بمعنى اخر لو كان شي لاعب اخر ما كان رحيمي كان غادي باسي الكره ويسيل الفينيش ديال اللاعب، ولكن بديناميكية سفيان كان عنده راي اخر، وهذا اكيد راجع للحال والفورما اللي عليها او اللي وصل ليها حاليا. ايضا سفيان زاد من متاعب دفاعات يوكوهاما اف مارينوس بعد ما صيدهم في ضربه جزاء في الدقيقه 29. كالعاده المغربي نفس البلان كيضرب سبرينت مع طلب الكره في العمق، وهنا تحديدا وبفارق السرعات قدر سفيان يوصل للكره هو الاول، وبذلك المدافع شينوسكي هاتاناكي عوض ما يلعب الكره لعب او ضرب لك رجل سفيان رحيمي، وبعد رجوع ليه الفار تم احتساب ركله الجزاء اللي كيماركي اللاعب كاكو. كذلك رحيمي جات واحد الفرصه بعد ما وكالعاده كيطلب الكره وكيلعب في المساحه خلف دار المدافعين، كيضرب سبرينت ديالو كيتوغل وهو الى اخره، ثم هنا بذكاء كيحط لك المدافع خلف الدار ديالو، يعني دار كل شيء مزيان اللهم بارك، الا ان الانهاء للامانه ما كانش جيد، واصلا ما كانش عليه بروسي على يمين الحارس لسبب بسيط، وهو الحارس معمر عليه ديك الزاويه، وايضا ما كانش عنده حتى الوقت الكافي باش يعدل الجسم ديالو ويبروسيها بالرجل اليمنى، على يسار الحارس الياباني ويليام بو. بحكم ان المدافع لاصق فيه كما كيبان لكم بالواضح، اذا الحل اللي كان عند سفيان وهو يا اما يلعب بين قدمي الحارس او بهذا المعنى يلصق في السقف ديال المرمى. ما علينا ندوزو المعقول مع الهدف الثاني ديال سفيان اللي كان فيه تكنيك عالي جدا، هدف من الاخر كيعطيك الخلاصه ديال المستوى اللي وصل ليه هذا اللاعب. فبعد ما رجعت الكره من الدفاع رحيمي كيستقبلها برجل اليمنى وعلى الطاير مو على انه غادي يسددها مباشره، وطبعا المدافع باي باي مشى مع الفانت وصيفطو بحالته واصبح في خبر كان بعد ما كسر وفتح راسه الزاويه كما كيبان لكم حالا، ثم بوم كيماركي لك الهدف اللي كان جميل جدا.
صراحة ناضي بزاف ولا يختلف عليه اثنين. باش بلا ما نطول، رحيمي ابدع وابهر وامتع الجميع، وكما عارفين وكما كان متوقع توج باحسن لاعب في دوري ابطال اسيا، وكذلك الهداف ديال البطولة ب 13 هدف. والموسم القادم بنسبة كبيرة جدا غادي ينتقل للدوري السعودي. هي بالنسبة لي انا كاسلام كنهضر على راسي بانها مسألة وقت ليس الا. تقييم 9.5. ايضا تشويجات المغربية باقي مستمرة معنا، وهذه المرة مع الدولي المغربي الاخر حكيم اشرف، اللي احتوى البارح توج بلقب كاس فرنسا مع نادي باريس سان جيرمان، والاداء ديالو ضد فريق ليون كان جيد جدا. دفاعيا كان حاضر، وكذلك في المساندة الهجومية كان حاضر ناضر. مستوى بصفة عامة في هذا الموسم افضل بكثير من الموسمين الماضيين لعدة اسباب وعوامل كنا هضرنا عليها سابقا. وبين قوسين المدرب الاسباني لويس انريكي سولو شكون هو احسن لاعب هذا الموسم في نادي باريس سان جيرمان، والجواب ديالو قولا واحدا قالك بان فيتينيا هو لاعب الموسم، انه الافضل في فريق باكمله، ومع ذلك فان جميع اللاعبين جيدون لكن فيتينيا كان استثنائي. وباش نكونوا واقعين وبكل امانه وبكل حياد، فعلا فيتينيا قدم لك مستوى كبير بزاف، ومن القلائل اللي كان مستواهم ثابت طوال هذا الموسم. المهم حاليا اشرف وصل الى 12 لقب في مسيرته الكرويه ومازال عطيعطي. تقييم 8.1. كذلك عدلي امين مع نادي باير ليفركوزن توج بلقب كاس المانيا. المغربي كان دخل بين الشوطين وقدم مستوى محترم كونتر نادي كازا سلاوترن، وكما كيبان تحصل على تقييم 7.3. يعني ما شاء الله على اللاعبين المغاربه اللي مسيطرين على جميع الالقاب، ام رابط كاس انجلترا، رحيمي دوري الابطال، عدلي كاس المانيا، اشرف حكيمي كاس فرنسا، وحتى رضا سليم مع الاهلي المصري توج بلقب دوري ابطال افريقيا، رغم انه بين قوسين البارح ما شارك حتى لدقيقه واحده. المهم زايه تتويجات، اللهم بارك وزيد في ذلك. والى هنا غادي نكونوا صافي وصلنا للختام، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه. بس الرساله بيني وبينك، لا الرساله اللي قلت ايوه مباريات الكبيره شو تصنع؟ تصنع رجال، عندنا رجال ولا ما عندناش؟ اقسم بالله هالكلمه هذه والله في الغرفه كل مباراه نبغى نلعب يقول لهم تذكروا الكلمه اللي قال سفيان، المباريات الكبيره شو تصنع؟ يقولون رجال. ندخل اي مباراه اي منافس والله ناكلوا اكل يا لاباس، كلشي دابا نمشيو للمغاربه نمشيو مرتاحين ضروري خويا، تضرب الطاجين والمسمن واملوا واتاي والاتاي لازم شويه سكر معك. لا شوف خفيف خفيف ما عليك، شوف تجيني البيت اسوي لك اللحم بالبرقوق والدجاج محمر هاي من عندي اخوي. الله يحفظ لك الوالدين. شو تقول عن هالمباراه سفيان؟ يا هداف اسيا، افضل لاعب في اسيا، هذه مباراه يا اقوى واحد في هالنسخه. لا انا وياه. شوف انا احسن لاعب بقسمه على اثنين لانه خالد سفيان لا تشوفني هو المذيع. شوف المذيع يا اخي احترمني يا اخي. اسمع، ها جائزه اسيا بقسمها مع خالد عيسى، تعرف هو انا كنت خلص هنا في العين، هو يخلص هنا، خلص مرتين في الرياض وفي يوكوهاما، فها في الجابون ياك سيم بالله. لو مو بنت والله نطلع 4-3. الحمد لله والله.